عم يمرق لبنان بمرحلة صعبة وحساسة ممكن نوصفها بالانتقالية بين فترة حكم فيها تحالف سياسي باسم التسوية الرئاسية انتهت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وفترة جديدة بعد ما انرسمت ملامحها وتحالفاتها السياسية وإذا كانت حترجع الحريري لمقعد رئاسة الحكومة أو حتكون حكومة أكترية وأقلية. لهيك من الطبيعي يزيد الاهتمام الدولي بالساحة اللبنانية، فشكل الحكومة واسم رئيسها بيحددوا الاتجاهات يلي ممكن يسلكون البلد بالمرحلة جاي، وهن فعليا مختلفين لحد التناقض وحيكون لهم انعكاسات امنيه وسياسيه واقتصاديه على الساحه اللبنانيه والساحه الاقليميه. فاذا اعتمدت حكومه اكتريه نيابيه مثلا ممكن تروح باتجاه الشرق مثل ما اعلن السيد حسن نصر الله، فتتحالف مع الصين وتنسق مع روسيا وسوريا والعراق وايران، او ممكن تركب تسويه جديده بين اطراف التفاهم السابق تخلي الحريري يترأس حكومه جديده اقرب للغرب وامريكا، وبالتالي اي قرار بخصوص الحكومه بحط لبنان قدام خيارات إقليمية ودولية مختلفة. وانطلاقا من هالزاوية فينا نقرأ الاهتمام الدولي المتزايد وخاصة الأمريكي والروسي بالوضع الداخلي اللبناني. هذا الاهتمام يلي تحول لتصريحات علنية كانت عم تتناول تفاصيل الأزمة اللبنانية، فتوعد مايك بومبيو بتخليص لبنان من النفوذ الإيراني، أما سيرجي لافروف فاعتبر تشكيل حكومة تكنوقراط فكرة مش واقعية. فشو هي اهتمامات أمريكا وروسيا بلبنان اليوم؟ الولايات المتحدة الأمريكية ما يهمها هو سلاح المقاومة والتحالفات الداخلية. طبعا هناك موضوع اساسي يهم الولايات المتحده الامريكيه هو الغاز والنفط بالمتوسط، لانه هذا جزء من استراتيجيتها الاساسيه. على الامور الثانيه انا برايي لا تعنيها، خاصه بانها لم تعد مهتمه بموضوع المنطقه الا بما يعني امن اسرائيل، ولكن طبيعي ان الولايات المتحده يعنيها اغراق حزب الله بالوضع الداخلي بحاله اقتصاديه سيئه لتطويق حزب الله وبيئه حزب الله. روسيا لديها اهتمام اكبر لانها هي اصبحت يعني لها ركيزه اساسيه في سوريا، وبالطبيعي بأنه إذا استطاعت أن تعزز علاقتها بلبنان هذا يقوي دور الإقليمي، لأن لروسيا سياسة في المشرق ككل، لذلك هي تعتبر لبنان بوابة أساسية. طبعا في موضوع الغاز والبترول هو موضوع استراتيجي بالنسبة لروسيا، بالإضافة إلى موضوع المقاومة، موضوع احتمالات الحرب والسلم بين إسرائيل والمقاومة وغيرها من الأمور الاستراتيجية طبعا روسيا معنية فيها. بالتزامن مع بروز اهتمام واشنطن وموسكو، وصل للبنان مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو يلي اجتمع مع الرؤساء ثلاثة، فهل حمل معه مبادرة حل؟ بتكشف مصادر مطلعة على مضمون لقاءات فارنو انه دور المفاد الفرنسي محصور بإطار الاستطلاع، لأن فرنسا بتهتم تاريخيا بالوضع اللبناني وإلى مصالح فيه، وهي بعتت مفاد للاتصال بكل الأطراف لتكوين صورة بخصوص المستجدات، وتقديم تقرير للخارجية الفرنسية ممكن ساهم بأي اتصالات أو مبادرات مستقبلية لفرنسا بخصوص الوضع اللبناني. أضافت المصادر فارنو دبلوماسي من الدرجة الثالثة بالخارجية الفرنسية، ولو في مبادرة جدية كان إجا مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وأشارت إلى أنه نقل ليلي التقاهن ثوابت باريس بخصوص لبنان، وهي ضرورة تشكيل حكومة جديدة بسرعة وحماية المتظاهرين وإجراء إصلاحات حكومية لا يمشي ملف صدر. بالمحصلة عدد كبير من الملفات بتخلي لبنان على لائحة اهتمامات الدول الكبرى، أهم الغاز والموقع الجيوسياسي وسلاح حزب الله. فهل حتساهم هذه الدول بحل الأزمة اللبنانية أو حيقتصر دورها على الاستثمار فيها لتحقيق المكاسب؟ نادر عز الدين، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب وفولو لصفحتنا على فيسبوك.